في الدار مثلا بنادم اللي ما جاز ما خصوش يطيبها في الدار وصحة هنايا هادو في 2000 فرنك جوج ديال الاورو 29 بالسنت انا نقدر ندي هادي كاربونات والسلمون 2000 فرنك بطاطا برطا والله انا بدات كتجيني هولندا رخيصة على المغرب ها التلاحة قروش قروش ما تريلي حسبيتو هادي الليمون والله لا هولندا بدات كتجيني رخيصة على المغرب وكذب عليك كلشي نمشي نشري الحوت اللي متلج واش غنعمل المغرب هي كنشري الحوت كتعرف الراسه ديال ما باقي كيف كيف فرطت من القصر الصغير هذا بحال مثلا نهب بيتزا كامله بقوره